مساء الخير، ازيك يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ كله تمام. انا دكتور احمد علاء، وده صيدلي بدرجة دكتوراه. احنا لسه مكملين بسلسلة الدراج ريفيو. الدراج ريفيو، الدراج اللي معانا النهاردة هنعمل له ريفيو ان شاء الله، هيبقى الكاتافاست فوار. الكاتافاست فوار من ضمن اهم الحاجات اللي بتبيع في مصر، ليه مزايا وليه عيوب، دي هو الفيديو هيتكلم حواليها. طبعا في الغالب هيبقى فيه معلومات حضرتك اول مرة تعرفها او تتعامل فيها في الكاتافاست فوار. الكاتافاس فوار هو يعتبر اكتر حاجة مبيعا من حيث عدد الوحدات الصغرى. الكاتافاس فوار بيتباع العلبة فيها 9 اكياس ب36 جنيه. السعر very convenient بالنسبة للعميل، او مناسب جدا بالنسبة للعميل، وبيدفع 4 جنيه وبياخد قدامها مفعول سحري. نبدأ نتكلم كده. الكاتافاس عبارة عن 50 مللي جرام من الديكلوفيناك، زي ما الدكتور احمد ذكر في الكومنتس. هو مش فوار، طبعا الناس بتقول عليه فوار، بس هو مش فوار، هو بودرة بتتحل في مية أو بودرة بتدوب في مية، تمام. من مزاياه إن هو سريع جدا في مفعول، أنسس في أكشن بتاعه خصوصا بالفورم الجديدة اللي هي بتدوب في المية، فبالتالي هو هيبقى سولبل على طول، فهيبقى مش محتاج وقت علشان يحصل له ديسنتجريشن، يحصل له تكسير جوه المعدة ويحصل له امتصاص، يعني يتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة. ما بتاخدش وقت طويل، لان ده بيحصل اوريدي في الكوبايه بتاعتك، مش محتاج انه يحصل في قلب المعده، فبيخش على المعده جاهز على طول، يعني مستعد ان هو يمتص. طبعا الامتصاص بتاعه في الغالب بيبقى في الاسيديك ميديوم، فبالتالي برضه بيحصل له امتصاص في المعده، علشان كده ممكن يجيب نتيجه من 10 دقائق ل 15 دقيقه حتى لو هو متاخد اورال. ودي من المزايا القليله اللي هتلاقيها في ادويه كتير. يعني في ادويه كتير تانية لما تيجي تاخدها تلاقي المفعول بتاعها بيبدأ يشتغل بعد نص ساعة، زي مثلا البروفين كيس. تمام. طيب احنا كده ذكرنا باختصار كده المزايا بتاعة الكاتافاست فوار. اول حاجة ان هو سعره مناسب جدا بالنسبة للناس، 4 جنيه للكيس، فده سعر قليل جدا بالنسبة لحاجة الواحد بيشتريها. كوباية الزبادي يا راجل يا طيب اليومين دول في رمضان ب5 جنيه. تاني حاجة المفعول السحري بتاعه، احنا اتكلمنا في الفيديو بتاع روني، يا ريت نرجع له، ان المصريين بيحبوا قوي المفعول السحري بتاع الحاجه. الحاجه الثالثه زي ما احنا قلنا انه بيسكن الالم حتى القوي، يعني علشان مفعوله سريع، عشان الانسس في اكشن بتاعه سريع، وهو كمان سترونج. الموليكل نفسه الموازنه ما بين ان هو بيدوب في الميه وبيدوب في الدهون الليبوفيليستي والهيدروفيليستي، فالموازنه دي مخلياه بيعدي بسرعه جدا للتشوز وبيعمل الاكشن بتاعه بسرعه. بس زي ما كل حاجة بتبدأ بسرعة بتخلص بسرعة. ده نيجي بقى للبارت بتاع العيوب بتاعته. من ضمن العيوب بتاعته، هي حاجة ملهاش دعوة بالموليكل نفسه، هي حاجة ليها دعوة بالتصنيع، انه طعمه للأسف وحش جدا. انا جربته كاتفاست طعمه سيء يعني، بس دي برضو ممكن مع الشعب المصري ممكن الناس ما تاخدوهاش ان هي وحشة. في مجموعة او طائفة من الشعب المصري متخيل او مقتنع ان الدواء طول ما طعمه وحش طول ما هو بيجيب نتيجة كويسة. الادوية اللي هي المتحلية عاملة زي مثلا ايه السكر، دي مش بتبقى مظبوطة، فهي ويك بوينت وسترينث بوينت في نفس الوقت بالنسبة للشعب المصري. في اي شعب تاني هتلاقيها بتاع ده، هتلاقيها ويك بوينت. بس البوينت التانية ان زي ما احنا قلنا ان هو الانسس في اكشن بتاعه سريع، وقلنا ان دي من ضمن المزايا بتاعته، بس علشان هو الانسس في اكشن بتاعه سريع وبيخش الجسم بسرعه جدا، الهاف لايف بتاعه كمان قليل، بيطلع بره الجسم بشكل سريع جدا، ففي خلال 4 ساعات بتلاقي المفعول بتاعه ديكيد او بدا ان هو ينزل تحت السبسيرابيوتيك رينج. خلينا ابسط لكم الحته دي. طبعا هبان في الواي بورت الدواء في الاول بيطلع طالع لانه بيحصل له ابزوربشن بس، ونسبه الاليمينيشن طبعا زي ما احنا عارفين بتبقى بتخضع للفيرست كاينيتيك اوردر، انه بيحصل اليمينيشن اكوردنج للكونسنتريشن بتاع الدواء في البلد. فالاليمينيشن في الاول ما بيبقاش قوي، الابزوربشن هو اللي بيبقى الفيز الاولاني. الابزوربشن بيفضل يطلع لحد ما بيوصل لحاجه اسمها ثيرابيوتيك رينج. اول ما بيوصل للثيرابيوتيك رينج ده الرينج او الكونسنتريشن او التركيز اللي بيبدا فيه الدواء يعمل المفعول بتاعه. بعدين بنطلع فوق سبسيرابيوتيك رينج او ثيرابيوتيك رينج، بنطلع فوقيه، فالدنيا بتبقى حلوه معانا. طول ما الدواء فوق الثيرابيوتيك رينج يبقى الدواء ده شغال. يبقى احنا قلنا ان الاوسوس اوف اكشن مثلا سريع بيبدا بعد 10 دقائق، يبقى هيبدا بعد 10 دقائق. امتى بقى هيديكلاين؟ امتى بقى هينزل؟ اول ما الابزوربشن يخلص، واحنا اتفقنا ان هو بما انه بيمتص بسرعه فبالتالي هو مش سستيند ريليس،
فالامتصاص كله مثلا ممكن يخلص في نص ساعة ساعة، تمام، يوصل للماكسيمم اللو دوز او يوصل للماكسيمم كونسنتريشن او يوصل للماكسيمم كوانتيتي اللي يحصل يقدر الجسم يتحصل منها عن طريق الابزوربشن. نيجي بقى للفيز التاني، طب هو عنيف قوي كده وكبير ومش عارف ايه وبتاع، الاليمينيشن بيحصل على قدر الكونسنتريشن زي ما احنا قلنا فيرست كاينيتيك اوردر اليمينيشن، فبالتالي بيبدا يحصل له اليمينيشن او بيحصل ديكريز في الكونسنتريشن اكوردنج او على حسب الكونسنتريشن بتاع الدواء نفسه، فكل ما الدواء نفسه كان التركيز بتاعه كبير كل ما حصل ديكلاين او نزول في المنحنى بتاعه بسرعه. بعد 4 ساعات بنبدأ نلاقي الكونسنتريشن او التركيز بتاع الديكليفيناك بدأ يقل عن الثيرابيوتيك رينج، بيبقى اسمه سب ثيرابيوتيك رينج، يعني الدواء موجود جوه الجسم بس في نفس الوقت ما بيعملش اي مفعول. ليه؟ لان هو تحت الخط اللي المفروض انه بيعمل فيه مفعول. طبعا الناس اللي يعني عدت على البورت ده او فاكرينه من ايام الفارماكولوجي والحاجات اللي زي كده، فارماكاينيتكس والفارماكوداينامكس، هيبقوا فاكرين والدنيا حلوه معاه. نيجي للبوينت اللي بعد كده، طيب الراجل لما يخلص مفعوله في خلال 4 ساعات ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده سهل وبسيط، العيان بيبدا يحس ان هو محتاج جرعه تاني. هنا بتيجي المشكله الدايمه بتاعه الديكلوفيناك، الديكلوفيناك الماكسيمم الاو دوز مش عاليه قوي، الافكتيف دوز اللي بنستخدمها هنا في مصر اللي هي بتبقى من 25 ل 50 مللي جرام، بس عشان الناس اتعودت على الديكلوفيناك بشكل كبير جدا فبقى الدوز الطبيعيه اللي بترضي البين بتاع المصريين هو ال 50 مللي جرام اللي موجوده في حاجه زي الكاتافاست، فبالتالي بيضطر ياخد الكاتافاست النهارده. خد الكاتافاست استريح عليها 4 ساعات، بعد شويه حس بألم تاني، هيعمل ايه؟ صرف طبيعي بتاع كل الناس، في حاجه بتريحني انا اروح لها تاني، فياخد تاني 4 ساعات ويريح وبعد كده يرجع ليه الألم تاني. ده احنا بنتكلم في حالة الألم البرزيستنت، الألم المستمر، الألم المزمن، تمام، هيرجع ليه الألم تاني فهياخد تاني. هنا بقى تيجي في عندنا مشكلة، مشكلة ايه؟ مشكلة ان الماكسيمم لو الدوز بتاعة الديكليفيناك هي 150 مللي جرام اكوردنج للبريتش فارماكوبيا اللي احنا شغالين بيها في مصر. طبعا في ريسورس تانية بتتكلم على ان الامريكان فارماكوبيا عاملة ليفل اعلى شوية من الماكسيمم لو الدوز او السيفتي بروفايل بتاعة الديكليفيناك ل 225 مللي جرام. لو احنا مشينا مع ده او مع ده في الحالتين اخري 3 او 4 اكياس ديكلوفيناك في اليوم، والمشكله مش في الاكياس بس، المشكله كمان في اللوزج فورمز التانية. خلينا نوضح شويه الموضوع ده، الديكلوفيناك لانه بقى له فتره في السوق المصري ولانه فعلا اثبت كفاءه كويسه جدا عن طريق براندز كتير زي الفولترين وزي الفاست فلام وزي الدايفيدو وزي الديكلاك وزي الكاتافلام والكاتافاست والكاتافلاي، كل دي أدوية كلها فيها نفس المادة الفعالة ديكليفيناك. اللي قلق بقى هنا، اللي قلق إنه الواحد ياخد أكتر من دواء فيه ديكليفيناك مع بعض في نفس الوقت. طب إيه المشاكل؟ إيه المشكلة لما عادي الماكسيم ألاو الدوز؟ الماكسيم ألاو الدوز محطوطة مخصوص للناس علشان يلتزموا بيها. لو أنا ما التزمتش بالماكسيم ألاو الدوز معنى كده إن هيبدأ يحصل عندي انسنس أكتر أو احتمالية أكبر لإن يحصل عندي سايد إفكتس. طب إيه السايد إفكتس بتاعت الديكليفيناك؟ ببساطة شديدة جدا هو زيه زي بقية النايسترويد والانتي انفلامتوري دراجز، بيبدأ يحصل عندك تأثير على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولانية طبعا زي ما احنا عارفين الكيدني، بيحصل رينال فيلير، ده طبعا عن طريق جرعات متتالية وجرعات كبيرة من الديكلوفيناك أو أي نايسترويد تاني، بس الفكرة إن احنا ما نوصلش لبايند الثريشولد، ما نوصلش لفوق الكونسنتريشن المفروض إن احنا نعديه. تاني حاجة طبعا انه المعدة بتتأثر بشكل كبير، كل الكلام ده ناتج عن التأثير بتاع البروستاجلاندين، ممكن نتكلم في فيديو تاني عن القصة بتاعة السايد افكتس بتاعة النايسترويد وهي بتحصل ازاي والكلام ده. طيب يبقى هو بيأثر على المعدة وبيأثر على الكلية، كمان بيأثر على حاجة كمان ان هو بيعمل انترفيرنس مع النايسترويد التانية، يعني لو واحد واخد مثلا بروفين وفي نفس الوقت واخد ديكلوفيناك فالمفروض انه مش الماكسيمم الاو دوز في الحالة دي، اللي هو احنا بناخد الدوايين مع بعض، الماكسيمم الاو دوز بتاعه البروفين ما بقتش زي ما هي كانت زمان 2400 مللي جرام، والماكسيمم الاو دوز بتاعه الديكلوفيناك ما بقتش زي زمان 150 مللي جرام، احنا كده بنتكلم بريتش فارماكوبي. لا، لما انا هاخد الاثنين مع بعض علشان هما من نفس الكاتيجوري فبالتالي الماكسيمم الاو دوز بتقل بشكل مش كالكوليتد. نقدر نقول في البوينت دي ان انا بريفرش المعلومات بتاعتك، بعمل لك ريفرشمنت او يعني بذكرك بالمعلومات دي، وفي نفس الوقت بقول لك طب نعمل ايه. نعمل ايه دي سهله وبسيطه. لو انا عندي الم
اكيوت، يعني الم حاد مثلا، الم زي الاسنان وهو لسه جاي العيان دلوقتي ومتوقع ان هو ما يكملش بعد شويه، يعني الم اكيوت، الم مفاجئ. الالم الاكيوت هيبقى مناسب جدا فيه الكاتفاس فور، خصوصا ان هو زي ما احنا قلنا بيدي مفعول سريع جدا، فهيدي تروست مع العميل بتاعك انه تديله حاجه، تديله مفعول سريع جدا والدنيا تبقى كويسه. الكاتفاس فور غير مناسب اطلاقا للحاجات المزمنه، واحد عنده مثلا اوستيوارثرايتس او التهاب في المفاصل، ده راجل عنده الم باستمرار، فبالتالي والراجل ده هيشتري منك في الغالب علبه كتفاص. ما تفرحش ببيعه علبه الكتفاص للراجل ده، لان الراجل ده ممكن يخلص العلبه دي في مره واحده في يوم واحد زي ما احنا قلنا الدنيا ماشيه ازاي. في الحال زي كده الراجل ده هنعمل معاه ايه؟ الراجل ده يا اما البين بتاعه يكون كرونيك بس مش قوي قوي، في الحال زي كده هنشفته على حاجه تكون الافكت بتاعها او البوتنسي بتاعها او التاثير بتاعها اقل شويه، بس الرينج او البيريود او الفتره اللي بتعمل لها كفرج كانالجيسك افكت فتره اطول شويه زي البروفين او البروفين او حاجات تانية. تمام. عندنا كمان يبقى احنا قلنا ان هو ما ينفعش مع الحاجات المزمنه، عندنا كمان الحاجات اللي هي مش مزمنه مثلا، بس انا متوقع ان هو هيحتاج جرعه وجرعتين تانيين، زي ايه؟ زي مثلا الكسر. الكسر ده مش الم مزمن، بس في نفس الوقت هو الم طبعا بيبقى في الاول غير محتمل، وفي نفس الوقت بيفضل مع العيان فتره اطول شويه، بس هو مش الم كرونيك، يعني مش الم مش زي الاوستيوارثرايتس مثلا، مش زي التهاب المفاصل، لا هو بياخد وقت اطول شويه. يبقى احنا نوصي دايما العيان بحاجه لطيفه، ان احنا هنديله دايما دوايين مع بعض، هنديله كاتفاست. كاتفاست ده هيستخدمه عند اللزوم بس ومره واحده بس في اليوم، وما ياخدش معاه ولا فولترين ولا ديكلاك ولا اي حاجه من الحاجات اللي فيها ديكلوفيناك، وفي نفس الوقت ياخد بقى حاجه بتبدا متاخر شويه بس بتفضل فتره طويله جوه الجسم زي الايبروفين. البروفين زي ما احنا عارفين ان هو ويمكن احنا هنتكلم على الايبروفين في فيديو تاني، بس سريعا كده هو الانسس فاكشن بتاعه بطيء، وهي دي العيب بتاعه الاساسي، ممكن يوصل ل 30 دقيقه اكوردنج المراجع طبعا في المصريين، واكوردنج المانيفاكتشر والهابتس بتاعتنا في الاكل والشرب والكلام ده ممكن توصل لاكتر من نص ساعه. و بلس كده كمان انه المفعول بتاعه هو قوي، بس في نفس الوقت المفعول بتاعه بيبدأ ببطء، فبالتالي العيان مش هيحس بفرق في وقت قليل. ممكن يبدأ بالكاتافوست ويكمل مع البروفين، وده معظم الترند اللي الدكاترة بيكتبوا لي من دول في حالات الهايبرثيرميا، على الرغم من ديكلوفيناك ممنوع في الأطفال أقل من 6 سنين إلا في حالة اسمها جنرال أرثرايتس، والاستخدام بتاعه في الهايبرثيرميا بيبقى أوف ليبل يوز. في النهاية أحب أشكركم على متابعتكم ليا لحد الدقيقة دي، أنا عارف إن الفيديو طويل، اتمنى انه السلسله بتاعت الدراج ريفيو تكون عجبتكم، ان شاء الله هنكمل فيها بقى. عايز في الكومنتس بقى تكتبوا لي انتوا محتاجين نعمل دراج ريفيو على ايه الدواء اللي جاي. كمان اتمنى منكم انه علشان نقدر ان احنا نكمل في الصفحه دي بشكل كويس، محتاجين ان احنا نعمل شير للبوست بتاعتنا وللفيديوز بتاعتنا لاكبر قدر من الصيادله، علشان تدونا دفعه معنويه ان احنا نكمل.